شغب بيان ديما نقدم ترمى بردة منطق عدم كرة عندي ما نتعظم مدمني عايش منظم قراية سبور وداري تحليل نركش كوب براسي معبي باش يترشق كل يوم نشوف العجب والله شعب تحوس تكيس فريت على ساقيه بلومبيا يعمل في واحد والبلاد لعبت لوبيه هوجي كانت تصلح بطبيعتي عايش متفلح مدام نعيش مع شعب ديه في زب وديما مكلح صح وخيتي نايكي على مدرستي انا الخالد اللي كنت نعيط انيستي حلت عينينا في الحبش تاع المونوبولي كبرنا وفقنا باللي تونس مافيا نابولي مافيا سيستم منيك كل شي براسي جيني تور برشا فما شبيه المنظر منجر شكيب جابوك تشيحه بعشان بيشبور شنو هو؟ عارف يطلعوا طلعوا آي شبيه ها؟ هما كانوا فرنساوي يحكي مع شكيب اش بدها عليها سبب يسبور وتطريح باهي باهي لحظة برك اي فانا نقول له شكيب ما تضربوش نصحى نقول له نعرفش مش يطلعوا عاد يطلعوا كيفاش كيفاش ما فهمتش شكون يضربوا تو هزه للسبيطار هك برشا بتلا ويقول لك كيفاش تغور اي نغور وصاحبي ويدك في الزبي قال اللي بي وش تبي قال اللي بي وش تبي عمرك تعيش ومتخبي عمرك تعيش ومتخبي بليم اللي تتمعش منا ترهش بعد تسب الملة ملتوجتنا غادي تبامبي ابقى ريقد يفيش الوفتر مرقت بشيش البري ما فيكم اسمه خارشي نونو ماما يا احمد ولا انا راه الكاميرا اللي حاشنا بها راه والله بروكن مايك شوفوا تعمل بولا موسيقى قويه برشا تمرض بالايبولا جد ثنية طويلة تقول ديموس ظلمة تشوف الضوء كيف الكيبوس قوي ريتم ذوق الفيتامين كله في راسك عامل حالة برشا خباب ماكش فيهم روحك في بوادة وانا في السالة هي ايفري داي ساتي يا احمد هات بربي برنيك عمتك دكتور يا دكتور وين دكتور ما نعرف نبدا ماشي ما تشوف الدكتور عندي واحد يخدم عندي اسمه هذاك طايح هاو كريتو شغف يا عاد هو هاي لحظه بين هذه هذا المهبول شكيب ولا شو اسمه شكيب بدنا نسديه ما اسمه ونحطه يا دكتور قلت لك شفت شكون يتعارك وواحد سكاكن وواحد ما طيقش الدم ما انا وليت نراش بحث البار غادي سكارا
سكيكن وهذا وليد نراش ما تيقش. عارف أباب حطوا الدكتور تليبي وحطوا على الفرش دم شرتلة غادي حطوا على الفرش حطوا الدكتور يهزوا حطوا تيجي عارف حشي بيك طب نو اسمع نو تو يوسف الشيخ كونترنا والله ما نعرف انه في معاش فيهم شيء عارف يراوغ بليك ويتكلم في التليفون انه قرب له يبدل الثنية راه دوب ما انتو ما حكيتو منير باش يجيب جماعة فهمتني باهي حاجة أخرى عارف تو السيد اللي ضرب شاكيب راه كان فرنساوي الأصل على الأسمر هذاك أنا فرنساوي الأصل على الأسمر تاكل يحكي بالفرنسي هذاك الأسمر الأصل عرفتو يخدم في المخيطو هذاك 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 يخدم في المخيطو هذاك عنده عصا بيسبول شد شاكيب فيلقو والله شدو كفيلقو وجينا من كذا نهل في الكهرباء شاكيب قال واهب بطة جبدلو عصا بيسبول عطاه ثلاثة ضربات فهمتي شاكيب لازم يمشي مسجد شاكيب لازم مش كبير تو فما شكون حاضر عليها الحكاية انا حاضر عليها عرفت يوم عصا بيسبول من جيبها عرفت عارف ايش عم تحكي كي اخر يجيش برا جيب 50 جنيه واحد اخر تاع نشيك حقو شي دي ماشي دي كاوتش عارف فما ريكاردو فما برا مو ريكاردو الحاكم هذاك مع المخيطو مع المخيطو عارف هذاك نورمال بدي ما عارفك الزبي انت نايك ليه ليه انا معاي الكتلاوي وزرقة دوبا ما عارفين نثق فيهم الريكاردو ذاك ما بقيتش عرفته انا نصوره مع المخيطو فهمتني بون خاطرنا اول ما حكينا المرة الاولى الحاكم الكل ملموم وما جبت لهمش على المخيطو نهار تلاقينا احنا في البار وانت تلفت قلت يا منظر برمشي كلم معارفك 50 جون تجي للمخيطو وقتها فهمتني فما شكون حاضر شكون حاضر في البار فما يوسف الشيخ برا ما هو اللي كعبر هنا كلم جماعة يا اخي العارف نتاعهم جاك ودنيا الكل فهمت سكروا المخيط وجاوك فهمتني مكوا جاك مكوا يتلبت وهو عارفك انت ناوي له عالشر خاطر عن قبيلك يوسف الشيخ كان في تليفون انا نقرب له وهو يبدل الثنية فهمتني انا نقرب له باش نسمع ويسكت نسمع فيش يحكي هو يسكت بالعاني فهمتني بالوقت اللي جاوا اصحاب منير ديرك جبد روحو على جنب عمل التليفون قالوا روح حضر روح تو يا احمد ايش وينك في مقابله كان يزب باش بيك وري في مركز شبيه دخل روح خاطر الكرب نتاعكم هذيك شفتها تو هزينا يا جماعة كيف بالضبط كيفاش اسكو كربتكم كها ولا فما عبد ناش ناش ولا ما ناش ما ديش تشير انتي على جميع وكربة ونحن ومشا والله يا سلام كده اسمعني اسمعني ما دير مك تطلع لي مع الصقص اليوم اي اي اقلب علي منظرك فهمتني ما عادش حاب نشوفك جمله انت ديجا عشيت وفهمتني تضرب تحاول نقصت لك اي وهذاك الكل ونقصت لك الحق عارف المريض باي بيلك 200 دينار على الاقل سلام تجاوز اه شاشوي جاي اه منير شاي عليكم سلام هلا بيك منير اهلا بشي عاشور يعني كنت فجر كما كده كنت فهمتي ولا نحشم على روح باش عليك عاشور الحمد لله يا ربي يا معلم يا عاشور ما حفوشك متأكد انت اي انا متأكد اخوي باهي متأكد شو اسمي اخوي لحظة بركة ماني ما نحفظش اسمي يعني. اي ميسالش مقايدو سير اي اكيد اخوي مقايدو ايه قل يا اخوي اموي تعطيني اعطيني بطاقة تعريفك عندي برشا اسامي هات بطاقة تعريف اخوي رغالي كي تعطيني اسمي تنقل لك كان صحيح ولا
اي ميساج اعطيني بطاقة تعريف تو انا مش قاعد نطلب فيك انا قلت لك مد بطاقة تعريف نمد امل وعلاش تو مش او مش امل اعطيني بطاقة تعريف كون نحب نعرفك معناها نحب نتعرف فهمتك نحب نتعرف ما قلقش ارحم والديك خويا فما هدا مشكلة اي مخيتو ما تفكرك بشيء؟ ما نعرفش حتى وين صاحبي تعرفش حتى وين صاحبي؟ يا رسول الله شفت كيف ايه؟ كان قال لك غلط في العبد لا انا مانيش غلط في العبد انا ونعرف راك بده يحشي بيه فهمتك متأكد ايه؟ ايه انا متأكد متأكد برجع وجوه نحفظها لا لي شي انت عندك مشكلة مع اخويا شكون خوك؟ خاطري شبالي برشا اخويا شبالك برشا اخوك؟ وشعره كيف كيفاش اخوك؟ يا دي شبيه اقصر مني شوي سايبوه برسمكم لو اخوه ذرم داي بابا الغالي سلمنا على اخوك اخوك مولا المخيط ولا لا لا مولا مولا شنيه بالضبط ودي سهويك انا كيف بمونشر وجه وين ماركت شي دموزيلة وين ماركت جور جور اللي وراه وراه من شيء فيش حطينا غلط فيه من الاول رالي حطينا غلط فيه سمك ربي معلم جورج جورج اه هو جاك بالبانانا وشق شمين جاوبته ديريكت وانا بجبد عليك كلاستيك خاطر انت جيت في منطقة كذي فهمتني انت تفجع في العبيد والله انا بجعتك لشي قال لي هو هو شمين بشي عملوا دوم دوم في صحابي نارش نحكيته سيد ضربوه الراجل نارش نحكيته سيد هذيك تقطع فيها تقطع فيها بتريحة ناس عليهم داس يعملوا هذيك ما يوسعش باله لبس شخطوفة خضرة هذيك في راسه بوش مواضيع ايه ميسير قولي كمل المواضيع ما انت سيبون تحطيت فيه تو انت ما حبيت شي شحب نعمل بيك انا تشوي يا عم اللي تحب اسمعني برجولي تعمل نزو نعملو بيه صغير تحبك شو حاجة عاقل يعني عاقل خطرة في نفعة ولا شو نعمل ايه يعني نسمع فيك تحب بالضبط ايش يحكي عليك تو انت تنشم تو تقعد عاقل لما تختفي الجورة تقعد تولي معاك عاقل ليه ليه نقعد عاقل سوي بيه شابك ايه باي 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 لو كي تبدأ فهمتي تخجي متي ونجي نقول لك انه شكل حانوت شكل حانوت وليه ليه ما سكت جوليه 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 اتي شبيه اتي شبيه اللي يسوقوا فيك ياها بيكبوا فيك ياها بمشي طيوة حاشي بيه شاكي معا بلاسك يزيب بيه شكون هذيك؟ اه؟ طفلة تبع شكون؟ ما عادش طم بشكيكة يا باسيس مزيانة مزيانة شكون كيف راح به يوج ها؟ تابك عادي استنى فين بيت الشيء هيا يا عروس هيا يا عروس هيا استحنا على بوس الواوا هيا باز مش هكيك رحكي هيا هيا لنسيله بوس الواوا بالله خل نشوفه يشتح ولا هيا تعرف تغني وياه لا لا خليه يشتح على بوس الواوا خل نشوفه حط بوس الواوا حط له بوس الواوا ونحيا كالسروية الخوية هيا هيا انزعي يا بابا يا بابا ناحي المريول ناحي المريول ناحي الكلسون هاي يفتح هاي الكلسون هات نون هاي الكلسون خلي هاي يفتح هاي عزتوا الولاد خلينا ننزل هاي اوكي بابا يسا يسا ليه تضربوش تضربوش هاي يفتح هاي هاي يفتح تضربوش ليه
يا ودي دايخ طلعوا 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 خلينا نهزوا طلعوا ايش بك قصيتي طلعوا خلينا نهزوا طلعوا اطلع معي يا امشي اطلع وانت تعرف بقى اذا كان حزتك اوه استنى 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 خلنا حلو الماسك لحظة لحظة انت تنزل تخمم في هاي واحد تنزل تكون عمج مع بيض معينين هذا مع بيض وخيين ما تعيش عليها تنزل تكون مع باي مع اشتيو حجي جو بيه جو بيه تفريق شوكم ميلي وقفكم حاكم كون ينعومو كاو شاية الو اسمعني يا الشرطه تراقب فيكم تو كنت في الراديو نتاعهم تو اوصافكم رد بالكم اهل كلهم جايين كيف تفكروا باهي بريك راي في الاوتوروت وما عنديش ترانسبورت بريك راي تاع تالي حصر فيه الحاكم باهي تو نجيكم غادي تو نجيك غادي دكتور تو جاي بريك يا بشدوا ورا الحاكم بيوراني